930. دونك تشوفوا اخر تفاصيل. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا لاباس وانتم تفرجوا في الفيديو تاع اليوم. الفيديو تاع اليوم خطير. الفيديو تاع اليوم كما قريتوا في العنوان هو اللحظه تاع دوك راني نشوف تاع النتيجه تاع الباك شحال جبت فيها. انا هي بانت النتيجه، بانت ريزيطه تاع الباك بانت البارح، فشحال البارح؟ 14 البارح، علاش اليوم 15؟ ايه بانت 14. وانا البارح ما كنتش في الدار، صافي هما كانوا مديسيدين تبان في 18 بالحد الجاي 18 ل 20 من الشهر. ومن بعد بانت البارح، وانا ما كنتش متوقع كاع تبان البارح. صافي هو البارح ما كنتش في الدار، اليوم باه جيت، واليوم باش غادي نشوف شحال جبت في البار. بصح انا باش نقول لكم من البدايه ما تتوقعوش 14 15 16. انا جبت الباك الاول في 2016. الباك الاول انت جرى 5 ايام في رافاك، ايه 5 ايام قاتلين كاترين في رافاك، والعام الجاي طلعوا السانكيا. قولوا كم، قول كم لنا. انا الباك الاول تاعي عقبته في 2016، ما جبتوش. 2017 جبتو 10 ما بيش. 2000 العام اللي مورا 2000 ايه ما بيش، المهم العام اللي موراه جبتو 11 هكذاك 91. العام اللي موراه ما قريتش ني في رافاك ني في ما عقبتش الباك. والعام هذا 2020 هذا هو العام اللي نعاود فيه نعاود الباك. هما قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا اشتراك وجيم وتفعيل الجرس. اشتراك وجيم وتفعيل. ما على بالي كيف تكون هذه تكون ردة فعل تاعي. دوك تشوفوا معنا لحظة بلحظة، ما دير ما على باليش كيف هذه تكون، إذا اسكو نجيبو مليح ولا نجيبو ماشي مليح. هاوليك راني هنا، هاوليك الميكرو هنايا نوريكم الميك. هاوليك وهاي ليك الورقة. هذا هو الكونفوكاسيون من الواقع، نخرج الرقم السري النيمو تاع التسجيل هو 338 255 71. زين الرقم السري الجواب 10 ناقص 4 ناقص 10. نكليكي دوك، نكليكي مع نكليكي هنا تبان لك النتيجة. الصبر بي بليش. هاي ليك اني ماركيت هذوك. دوك تشوفوا اخر تفاصيل. ما نعرفش دوك هذا الرقم السري اللي هذا هو الصح ولا راني غلط. المهم خطا في الاجابه. 4 ناقص 4 0. اوكي استظهار نتيجه خاص فقط بالمرتج، تأكد من التسجيل. وقيل نحاو سيد، ما نقدرش نشوف شحال جبت. ربي ما نقدرش نشوف شحال جبت. هبط لي المراد بس نحاو السيت. راه دوك السيت قلبوه غير لي ما جابوهش، لي ما جابوش الباك باك لي يقدروا يشوفوا. دوك تشوف هاي ليك هنايا في اليوم الاول من ان نتائج يمكن جميع المتراشين الاطلاع على هذا ليك. والدوزيام للراسبين بامكان المتراشين سحب نتائج لقط في هذا الموقع. اليوم الثاني في اليوم الموالي هاي ليك، اما في اليوم الموالي يقدرون. والله مازال لحد الان مازال ما شفت شحال جبت، وما على بالي شحال جبت. خاص فقط بالمترشحين الراسبين، تأكد من رقم التسجيل والرقم السري. كيما خرج لي شي ريزلت معناتها جبته، بصح دوكا نشوف شحال جبت. دوكا نسير طريقة دوزيام على باش دوكا تبان لي ولا ما تبانليش. نشوف بالتليفون، نسير ندير بالتليفون، نشوف في الانترنت ندير بالتليفون. الفرنسي ولا؟ يرجى إدخال رقم التسجيل، الرقم السري، خرج. ما جيش حال شحال دار لك.
حداش فاصل عشرين حداش فاصل اثنين صافي حداش فاصل عشرين كيف كيف جبت حداش فاصل عشرين وي كيف كيف كيما المعدل الاول الاول عشرة ثاني حداش ثلاث حداش هذه هي صدمة ولا شوك الديلة قدر الله ما شاء فعل المهم هذا هو هذا هو الفيديو تاع تنباكش حاجة جبت 11.20 الباك هذا كان 11.20 كيما الباك اللي قبله خديت انا مش تاع قراية انا والله ما تاع قراية ماشي تاع قراية ما كان يجيبني بالباك الاولى دوزي ما تراجع لا كيف كيف هو كان مزج جاي بالباك طول حياتي خلاص هذا هو الفيديو تاع اليوم تاع الباك ان شاء الله يكون عجبكم اذا عجبكم ما تنسوش ديروا اشتراك جامد وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد هيا السلام